إذا قيل لك من يهودي أو نصراني، وهذا مما نحتاج إلى بيانه مع هذا الانفتاح التقني العالمي، إذا قال لك يهودي أو نصراني أو أي صاحب ملة من الملل، لو قال إن القرآن الذي تؤمنون به سمى بعض الأمم السابقة بأنهم مسلمون، فنحن وأنتم سواء، بدليل ما في كتابكم الذي تؤمنون به، فأنتم مسلمون ونحن مسلمون، فما جوابك؟ قل إن الإسلام نوعان، إسلام عام وهو ما ذكره عز وجل عن الأمم السابقة، وإسلام خاص وهو ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الإسلام الخاص الذي أتى به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم نسخ الإسلام العام المذكور عن الأمم السابقة في كلام الله عز وجل. ما الدليل؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وصدع بها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم لما قال: والذي نفس محمد بيده، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يعني ممن بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يهودي أو نصراني أو أي ملة من الملل، قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فتنبه للتفريق بين الإسلامين، بين الإسلام الخاص وبين الإسلام العام.